مين يا فندم؟ اوكي تمام فندم، مين بيسال حضرتك؟ مش موجه لمين هيسال سؤال؟ انا مش اوكي يا فندم. حضرتك اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. كوتش موسيماني، اول مبروك على الفوز طبعا. Congratulations for the three goals and for the winning three important points for the team. كان واضح النهارده ان اللعيبه الدوليه في المنتخبات بس بتاعه وفي جنوب افريقيا. International players will join the national teams. منتخب مصر national team even Persita and Ali Maalouf. He was not out of their standard at the time. وده اثر طبعا واضح بشكل كبير على المستوى ده for the team for the collective for the team because it was not in good not fit to play the game. هل كان في فرصه لحضرتك تدي to give opportunity to give to the opportunity to other players when they participate instead to play and to show them to opportunity to show them instead of the players instead of international players. كيف انت finished؟ خلصت السؤال حقيقي؟ اتفضل. السلام عليكم. هو سؤال بس عشان محد سمع، بيقول ان اللعيبه الدوليين سواء المصريين او غير المصريين زي بنون وعلي معلول كان مستواهم بعيد عن المستوى اللي احنا عارفينه، فكان في دي فرصه كان ممكن تدي اللعيبه اللي هم البدلاء او اللي ما بيشاركوش بشكل دوري يلعبوا عشان ممكن يثبتوا نفسهم وتريح اللعيبه الدوليين. مش ده سؤال حياتك؟ شناوي، اكرم، بدر بنون، ايمن اشرف، سليم عمدي، ديان، شريف، أفشا، تاسي داو، the whole team. الفرقة كلها دولين. إذا بحاجة شوف كم اسم قالهم لك. They went to play two games. راحوا لعبوا ماتشين مع منتخباتهم. سمعني إجابة الحاجة. تفضل. Allow me to speak. You ask me a question. سألت سؤال اسمح لي أرد عليك بإذنك. Sorry. تمام. It's normal you have a drop a little bit on the game. We dominated the game. طبعا كان بينزل المستوى نزل شويه في الماتش، بس احنا استحوذنا كامل على المباراه من البدايه. Yes, we didn't have the full energies, but we dominated the game. ما كانش في طاقه كامله انت تلعب مباراه زي ما حضرتك قلت، اللعيبه كانت تعبانه. We just did not take our chances. بس استحوذنا واحنا كنا متسيدين اللقاء. Even in the second half we had many chances. بس ما ترجمناش الفرص اللي جات لنا اللي حط لنا الاهداف، حتى في الشوط الثاني كان عندنا اهداف ما ترجمناش الاهداف، بقى عندنا فرص ما ترجمناش الاهداف. But normally games like this. لكن في العادي المباراة زي دي بيج وين اجين زمالك، بعد فوز كبير زي اللي حققناه قدام الزمالك الماتش ده، نورمالي دونت وين ذيس جيمز. عاده في الطبيعي ما كناش بنكسب الماتشات اللي هي بعد الانتصارات الكبيره دي. سو ام هابي وي وون ذيس جيم. فانا سعيد ان احنا كسبنا الماتش ده. واز ا ديفيكالت ماتش، كان ماتش صعب. يو بلاي اجينست ا فريش تيم، لعبنا فريق فايق قدامنا، فريق مولين. وي دونت فريش، احنا ما كناش فايقين. بس اولسو يو اولويز هاف تو بوت يور بيست بلايرز اون ذا بيتش. بس لازم طبعا كده احسن لعيبه عندك تلعب بيها، ما ينفعش تلعب لعيبه. يو ار رايت ذات ميبي وي كان جاست ايزي كان ريفريش ا تيم، بات يو دونت ايزلي دو ات. هو طبعا زي ما حضرتك قلت عندك حق، كان ممكن فرصه يدي لعيبه الناس تانية تكون اصلا مريحه، بس مش سهل نعمل ده. It's easy to speak after the match. سهل نتكلم بعد المباراه، لكن قبل المباراه صعب تاخد قرار زي ده. That's right. Thank you كابتن. حبيبي. حد عنده سؤال؟ اتفضل اتفضل. لا مش سامع حضرتك، حضرتك لازم ماسك الفضل. كونجريتس فور ذا بينج فور ذا سي بوينتس. دايما حمدي فتحي. اسمه سكيلز حمدي فتحي. He's a one important player in your squad. The getting red card tonight, it will affect for the next games, or will it change the shape of the team? How do you deal with that? No, سؤال حياتك ان حمدي فتحي لعيب مؤثر للفريق وطرده النهارده، يا ترى هيأثر على حساباتك الماتشات الجايه وعلى شكل الفريق؟ We losing an important player, multifunctional. We put in third center back. We went to four at the back. We played him left center back. لعب تعب لعيب بيلعب كذا دور، بيلعب سيرد باك وبيلعب في اي حته، بيلعب في كذا مكان، يعني ليه كذا دور، لعيب متعدد الادوار. In the three midfielders today with سولايا. ولعب النهارده حتى لعب كديفندر كان وسط ثالث ارتكاز ثالث مع بوشن تو جو فورورد. عشان كنا بنحاول نزق ونطلع لقدام. Yes, you're losing an important player. طبعا خسرنا لعيب مهم جدا بالكارت الاحمر خده. But we cannot be making excuses, we have other players. بس ممكن شويه ده عذر بالنسبه لنا الماتشات الجايه، لان عندنا لعيبه ثانيين. اوكي؟ هذا مسجل اخر سؤال. Thank you. شكرا.